غدا يكون ماتش صعيب صعيب بزاف. احنا كيعجبونا هذا الماتش وفالي دابا بدا واحد التورنوا ياخر ماشي فعل الجروبات فالي دار تعادل دار تخسر ماشي مشكل. غدا يبدا واحد التورنوا ياخر وفي بزاف ديال الحوايج في شكل على لي جروبات سوبريتو سيكولوجيك كيفاش تديري الماتش اذا تمركع عليك كيفاش الفريق اللي موراه كيفاش تلعب تكون مركز بزاف وان شاء الله باذن الله الماتش ديالنا خساره امام ايران كانت خساره ثقيله شويه على 4-1 امام بوشوهان 4-1 اصابات ديال اللاعبين واش ما تاثرش عليكم يعني النتيجه ديال البرتغال وهاد الاصابات لا بالنسبه ليا ديك ماتش البرتغال ما كانش ديك الثقه اللي قدروا نجيبوهم ما ثقناش في راسنا الماتش بدا زي كي باري وما ماركا وحنا يسقلنا بالنسبة لي المصدر إيران غيكون في الشكل فاللي قلت لك ديك كوتي سيكولوجيك فاللي ما تبغيش تمارك عليك ما تبغيش تلعب شوية دو لا كالم إن شاء الله غنكونوا في الشكل على المصدر البرتغال